النور وعطر الزهور عليكم حبايبي الغالين، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم الكل بألف خير. اولا طبعا بداية احب اشكركم على تعليقاتكم الحلوة وعلى تهنئتكم الي بعيد ميلادي. ربي يوفقكم ويسعدكم ويحقق كل امنياتكم. يعني اشكركم شكر جزيل على التعليقات الحلوة اللي وردتني، كلش كلش عجبتني. واليوم شنو اليوم فيديو مالتنا؟ فيديو مشتريات. تدرون احنا النسوان ما نشبع من المشتريات، اكيد لازم كل طلعة نجيب لنا حاجة. بس والله العظيم تدرون هاي صالحة جيد، يعني بحيث كل فترة اشتري حاجة، المهم لما تكون اياها فيديو واحد. يعني من ضمنها هذه، شوفون هذا السيت مال الخواشيق والشطلات والسكاكين، هذا من يوم الجمعة السوداء، وانتم تعرفون الجمعة السوداء ايش وقت. المهم يعني كل فترة اشتري حاجة ولميتكم اياها كلها فيديو واحد. هم احب قلت لكم اني مو الغاية انه اراويكم المشتريات او اتباهي المشتريات، لان هي كلها بسيطة، ما اعتقد يعني في شيء نقول احنا ضخم. بس شنو احب حتى اطرح عليكم افكار. اكو قلت لكم دائما انا اذكر هذا الشيء، اكو بعض النساء من يشوفون فيديوهات، انا من الناس اقول لكم مرات من اشوف مشتريات اتذكر هذا الشيء ما عندي، فما بين شيء. وبالاخص احنا اللي هنا هم من عندنا هنا هواي اكو شغلات ما يدلوها بالضبط، فاحنا هاي انا هواي يكتبون مثلا مين اخذتيها بيا مكان، فهذه هم احنا نفيد الجماعه اللي هنا موجودين، هم نقول مع الاسعار اللي مناسبه ومن اي ماركت مثلا بالضبط اللي هو يكون اسعاره مناسبه. المهم حبايبي ما راح اطول عليكم، اليوم الفيديو مالتي مشتريات. مثل ما تشوفون هاي مشترياتي البسيطه، اتمنى تعجبكم. ومشتريات طبعا همين حاجه بالف، هي هاي اهم شيء. لقيت واخيرا حاجه بالف، وهسه راح اراويكم اياها شنو هي اللي اشتريتهن حاجه بالف. اكيد احنا كنا نحب هاي حاجه بالف، واني ظليت ادور واخيرا لقيت مشتريات حاجه بالف. هسه راح اخليكم ويا مشترياتي ويا الاسعار مالتها، واتمنى تعجبكم حبايبي. هسه شنو حبايبي؟ وين؟ تعالوا شوفوا المشتريات، شوفوا هسه وحطوا لنا اللايك، وتعالوا شوفوا المشتريات وشوفوا الاسعار وياها حبايبي. يعني ان شاء الله ما يحتاج اذكركم، يا ريت لا تبخلون علي باللايك. اللايك يعني ما اعتقد يسوي شيء، يا ريت تخلون اللايك قبل ما تشوفون الفيديو. وهسه راح نبدي باول مشترياتنا. مثل ما قلت لكم مشتريات حاجه بالف، اكيد راح تعرفون شنو هاي اللي مشتريات بالف. طبعا انا اول شيء راح اقول لكم من يا برنامج اشتريت هاي الشغلات، من برنامج علي اكس بريكس. اخذت هاي الاجوان مال حلويات، يعني مال كريم مال كيك، هاي الوان طبعا هاي الوان كلها غذائيه، لان بصراحه انا هنا ما اقدر اشتري هاي الامور، لان هنا شويه اتخوف منها. ما اعرف يعني مرات بيها العفو اكو هواي نوعيات قريتها بيها مال حشرات شيء، فهذه لا، هاي كلها يعني شو نقول احنا طبيعي بالفواكه، فهذه تطلع الوحده بألف. انتو بالعراق جد عندكم سعرها، شوفوا حجمها مو كبير كلش، يعني قد القطره تقريبا مالت العين. وطبعا جربت اني منها شويه قطره، يعني واحده من عندهن كلش نوعيتها لون مالتها كلش حلو، وان شاء الله هم اكيد راح اسوي لكم فد شي بيها. هم تشوفوها هاي الست الوان، اخذت اللون الاحمر، اخذت يعني فراوله بالكيوي، اخذت هاي عندنا العنب البري، هذه بالعنب، يعني المهم الوان ست الوان اخذت. هاي تطلع الوحده بألف، يعني هي اقل من يورو فتطلع الوحده بألف. عندي هذي، شوف هذي، بس اقول لكم شنو فايدتها. شوفوا هذي، شوفوا هذي شي. طبعا هم بوقتها طلبت يعني لون طلعت المهم سودا، مو مشكلة. هذي شنو فايدتها؟ شوفوا، تعرفون مرات الجدر اذا تحطون مثلا بمرق ويفور، مرقة مرق كل واحد تسميته طبعا ويفور، فاحنا مرات نحط خاشوق هنا ونحصور قبغ هيج، صحيح؟ راح تصير بهذا الشكل. شوفوا، يا اما تخلوها هنا بهذا الشكل، او يا اما بالقبغ، او بالقبغ بهذا الشكل. شوفوا، طبعا هي انا دقلها بالبرنامج وكلش حلوه عجبتني واشتريتها. شوفوا هذا الشكل،
وحتى شفت يعني بالبرنامج هم حاطين حتى تصير حمالة مع الموبايل، يعني تتخلى بهذا الشكل شوفوا وتحطون بيها موبايل، بس الموبايل حجم الصغير مو الكبير لا ما تتحمله، بس انا المهم اخذتها يعني للجدر، قلت لكم بهذا الشكل يعني هي تخلون شوف شلون تقدرون تحطوها هي شيء. المهم هاي شغله حلوه من نوفر الجدر بدون مكان ما تحطين خاشوقه راح تخلين هاي هذه، يعني انا قلت لكم اقلب، انا دائما طبعا هذا البرنامج مال علي اكسبرس كلش حلو يعجبني اقلب بيه واشوف شغلات اللي احتاجها واخذها. هذه هاي هم قلت لكم تطلع طبعا شوفوا هي مطاطية تطلع همين حاجة ألف. عندي هنا هذني لا هذه يعني أنا سأعطيكم اللي أسعارها تقريبا تطلع ألف. هذه مال السمك مكشارة مال السمك، صحيح أنا أكثر إحنا عندنا السمك الأكثرية نسوي الشوي، بس شفتها يعني وسعرها رخيص قلت لكم تطلع تقريبا 1000 دينار وحلوة يعني تنفتح من القبغ يطلع منها القشور فاخذتها. وعندي هاي الفورمات، هاي الفورمات طبعا مال ورد ومال ورد، لان قلت لكم انا عندي فورمات بس ناعمة فاخذت هذه شوفوا من الحجم الكبير الى الحجم الصغير. خمس احجام اعتقد سعرها يمكن تطلع هذني كلهن 2000 عراقي. وخذت هاي الفورمه مالت الورق همين هم خمس احجام هم تطلع تقريبا 2000 عراقي. هم اريد تقارنون الاسعار عندكم يعني نفس الشيء او اقل او اكثر. طبعا هواي كتبتولي بالفيديوهات انتي ليش ما تكتبين مرات يعني تطلع على الاي تعرفون واحد مني يصور شويه ما ينتبه فتقولون على شغله المعاصي. فاخذت هذني شوفوا انا هنا دورت عندنا هنا يعني ما اعرف وين بالضبط يبيعونهم، بس قلت لكم هذا البرنامج دائما يعطيني اتقلب به فشفت عندهم هاي النوعيه. انا اخذت قبل فتره النوعيه في العفو في الجواريب الشفافة اذا شايفين يمكن بعض الفيديوهات، بس نوعيتها مو زينة، بس هذه نوعية حلوة عجبتني تطلع تقريبا سعرها تقريبا 3500 عراقي. شوفوا شكلها، اخذت اللون الاسود واخذت اللون البيج هاي مات تطلع تقريبا 3500 عراقي. اكيد انتو عندكم بالعراق يمكن ارخص، انا بصراحة اشتروا لي هناك بالعراق اللي كنت ادور هنا ما لقيت، اشتروا لي هاي النوعيه بس ما احد جاب لي اياها. اخذت هاي اللونين الاسود والبيجي. عندي هذه هذا مال حلويات شوفوا مال حلويات، هذا اخذته طبعا صار كلش هواي ما اخذته يعني مو هسه. حلو مرات تسوي الحلويات للوجه شوفوا باو كلش حلو، وهاي ما يبيعوها طبعا او حتى ما يبيعوها الحلو من نايت عبى غاز، وانا اشتريت العلبه مالته مالت الغاز قلت تفيدني برمضان او احنا دائما نسوي حلويات تفيدنا للوجه يعني شلون هسه هاي عندكم اكيد انتم شايفين بعضهم يسوون اي شوي الوجه يسووه، فهي هاي خاصه مال الحلويات. هذه سعرها تقريبا يمكن هم 2000 اعتقد سعرها 2000 عراقي تطلع. عندنا هذه مال كرز مال كرز هم شفتها كان عليها عروضات يعني سعرها رخيص شوفوها تقريبا تطلع سعرها 1500 حديد هي مو بلاستيك تطلع ب 1500 عراقي حتى يعني هي قلت لكم عليها عروض وخذتها رخيصة. هاي القوالب هاي شلون مال كب كيك بس مال كيك يعني حجم نقول احنا صغير. هاي الحلو بيها اني طبعا فتحت استعملتها اخذ اي قالب بيها طبعا شوفوا بيها 50 قطعة اخذتها ب6 يورو يعني تقريبا نقول احنا 7.5 عراقي على ما اعتقد هيج السعر. الحلو اي وحدة اخذها احط بيها العجين مال الكيك
اي نوع عندي جدر اخليه بطنها واشوي، يعني حلوة هاي. 50 قطعة قلت لكم ب6 يورو. هذا كان كم عليه عروض، كان عليه عروض، يعني هي سعرها بالاصل 12، شوفوا سعرها بالاصل 12 يورو، بس مسويها ب6، فعجبتني واخذتها. هذا من ماركة تيكي ماكس اللي صورتكم فيه اللي بشغلات الاصلية. هذه اهم شوتة حلوة عجبتني، مفارش مال ميز تصير بالوسط، فيها عدة الوان بس انا احب الالوان الاسود، احب اللون الابيض، اخذت هذا اللون الاسود. طبعا كلش حلو قماشه، يعني مثل قذيفة بس ناشفة. هاي افتحها وياكم، وحلو حجمها، شوفوا كلش حلوة شكلها مثل قذيفة الناشفة بالضبط. وسعرها تقريبا هم يمكن 3.5 إلى 3.5 عراقي يطلع. حجمها شوف حجمها 1.72 متر وفي 120، اللي هذا العرض، العرض 120 بس الطول ما كلش هواية، 1.72 متر. هم اخذتها من بين هي من الرسم، اخذت هذه هم سعرها كلش رخيص، اعتقد تطلع 1.5 عراقي. طبعا ما فاتتني انا لحد الان، فقلت افتحها وياكم تشوفوها حلوة. قلت لكم انا احب الالوان يعني اسود ابيض، ما احب الالوان يعني متعددة. هاي حلوة يعني، تحطوها على الميز الطعام داير بداير لان هي مبينة، شوفوا بيها كان عدة الوان بس انا اخذت اللون الاسود لان انا اخذت هذا همين، اخذت هذا اسود حتى يصير ويا شكل واحد. عندكم هذه، هاي اكيد اللي عنده منها يعرف شنية، هاي تنحط بين الجدور بين الطاوات، بس هي هم حلوة واحد يحطها على الكاونتر او على الميز وحطون في الشي عليها، يعني مو الا هي هنا هذا الرسم مالتها، شوفوا تصير بين الطاوات بين الجدور حتى تتشخط. بس لاني يعني مو الا هذا الشيء اخذته حتى لو احطه مثلا هنا مثلا على الكاونتر واحط الشيء عليها، هي هم شكلها حلو يعني، هم استعمالاتها ورخيصه، تطلع تقريبا ب 1000 عراقي بها قطعتين. هذه السله شوفوها، طبعا هاي كلش حلوه عجبتني لان هاي بها حلوه افكار ديكورات للمطبخ، بالاخص اذا بصف الطباخ ان شاء الله هم يعني اسوي الديكور راح اراويكم اياه. اخذتها تقريبا سعرها اعتقد 3000 او اقل، بيها عدة احجام بس اخذت هذا الحجم، شوي حجمه يعني زين. وخذت هذه، هذه هي يعني حصير من ضمن الديكور مال هذه السلة، لان راح اخليها هنا وبعدين راح اشوفون شنو الترتيبات اللي اسويها. هذه سعرها تقريبا 3000، هاي حديد يعني اي 3000 او 2.5 عراقي، يعني بصراحة العراقي يوم يوم تغير السعر فما اعرف بالضبط. المهم تقريبا حبايبي اليورو دائما 1300، 1300 وشوية اليورو اللي عندنا بالعراقي 1300 وشوية، فهاي تقريبا من 2.5 الى 3000 ما اعرف بالضبط. هذه همين شوفوا انسى الالوان كلها مغلطة اسود. هذا شمعدان حلو كلش عجبني، هاي طلع تقريبا سعرها 1000 وربع، كلش حلوة حديد. وهذه من بينها هي من الصورة مال الفينجر مال أصابع البوتيتا، هذه تقريبا يمكن 1500 سعرها تطلع. عندنا ذني، طبعا أنا بصراحة استعملتهن بس همين حبيت أراوكم إياها. هاي سعرها 3 يورو، يعني تقريبا تطلع 4000 عراقي، كلش حجمها كبير مال عجن. وهذه انا شفتكم اياها بالفيديو مال حافظات او منظمات المواد الغذائيه، قلت لكم هي طبعا هي تصير حافظه بس انا ما اخذتها حافظه، انا اخذتها حتى اعجن بيها لان بيها قبغ احسن ما اغلفها نايلون، وكلش محكمه يعني ما يطلع منها الهواء، ورخيصه مو غاليه، تقريبا سعرها 2000 اعتقد يطلع عراقي. هذه
هنا عندي هاي المنظمات شفتوهن بترتيب المطبخ، خدت هاي الحجمين، هذا الحجم الصغير وهذا الحجم الوسط. شفتوهن قلت لكم خدتها على المشغلات الكيك مكيك، حلو لمت لي كل الغرض. وشفتوه بالفيديو ترتيب المطبخ او روتين مال المطبخ كلش حلوه. وهاي شوفوا في القماش بيها يعني حلوه وتلم هواي شغلات، وسعرها هم كلش مناسب. هاي هم اخذت لون اسود، تشوفون الالوان المخلطه الاكثريه لون اسود. هاي عندنا هاي استكانات، هذه عاديه يعني بس هم كان عليها عروض. هاي بتي اشترتها كانت ب6 يورو، اي 6 يورو، نص القيمه 50%، اشتريتها يعني 3 يورو. شكلها كلش عادي بس تدرون يعني واحد لازم هاي الاستعمالات مال يوميه، لان اكيد ينكسر على ينفطر، فهاي لازم واحد همين. فهي احنا هاي الشغلات اللي مرات نشوف عليها عروض دائما نشتريها. وهنا جايبه هي هم هاي الماعين مال الشاي، جايبه هذا الشكل. هذه همين 3 يعني بيورو ونص، لان هي كان ذات خصم كان 50%، بس هي عاجبها هذا الشكل البيضاوي. شوفوا وهنا عندي هاي اكيد صدريه مال المعين، دوسون المعين. انا مو دائما استخدمها، مرات اذا عجن او طحين، ما طحين تدرون الهدوم اكيد يعني، بس من ناحيه المعين احنا تدرون غساله الصحون بس الجذور. بس انا هاي اكثر شيء اخذها استعملها من قلت لكم اذا عجين طحين هاي شغلات، حتى الملابس ساعات تتوسخ. فهاي سعرها تقريبا يمكن هم 3000 تطلع، لان هنا عندهم الصدريات كلش غالية. يعني هاي اخذتها اني من مكان رخيص وش سعرها. هذا السيت، هذا السيت طبعا، هذا السيت شو ما اخذته اني، اخذته بيوم البلاك فرايداي، تعرفون يوم الاسود، الجمعة السوداء العفو، اخذته. كان عليه هم يعني عروض كلش حلوة. هو سعره كان سعره يعني كلش غالي. المهم اخذته ب20 يورو، هذا اخذته ب20 يورو. بتشوفون الشطلات او الشوكة شكلين، والخواشيب مال الاكل ومال الكوب وهاي السكاكين، بس مال شاي ما بي. بس المهم 5 اشكال. باعي مكتوب مال 12 نفر يعني 60 قطعة، اخذته ب20. قلت لكم كان لي تدرون الجمعة السوداء مرات اكو ماركتات تسوي عروضات، فاخذته. اخذت هذا بوقتها واحد الي وواحد لبنتي، اخذت يعني 2. هذا تدرون مرات واحد مني يجي، احنا هنا انا عندي ما عندي، بس شنو اللي عندي يعني مو كلهم شكل واحد مثلا يعني فرقا. فمرات هنا عندنا نفسه من يجون لازم مثلا نحط لهم اذا سكينه خاصه هي مال اكل او مال حلويات، فهم كل شيء عندهم يعني. فهذا اخذته شنو مرات نجي هو سيت كامل ومال 12 نفر، وحلو سعره كان مناسب وستيل يعني لا بأس بيه. ما نقول احنا نوعية كلش كلش توب، بس لا بأس بيه نوعية تشوفوه، وسعره يعني هم مناسب يعني. يعني يطلع تقريبا نقول احنا 26000 عراقي، اذا 27 ب 60 قطعة مال 12 نفر. حبايب هاي مشترياتنا، اتمنى تعجبكم. وشفت الاسعار، يا ريت تكتبوا لي، انتوا دائما انا طبعا حلو بيكم تكتبوا لي الاسعار عندكم مقارنه بالعراق، او حتى اللي موجودين وياي من غير دول تقارنوا لي الاسعار اللي عندكم شلون كانت الاسعار، يعني نفس الشيء او اكثر او اقل. وقلت لكم انا هاي مشترياتي ترى كلها صار لها فتره، بس يعني هسه جمعتكم اياها اني فيديو واحد هسه لهنا. اكيد نقول لكم في امان الله، مع الف سلامه لكم حبايبي.